الأول من سفر صموئيل الثاني من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ: وكان بعد موت شاول ورجوع داود من مضاربة العمالقة أن داود أقام في سقلغ يومين، وفي اليوم الثالث إذا برجل أتى من المحلة من عند شاول وثيابه ممزقة وعلى رأسه تراب، فلما جاء إلى داود خر إلى الأرض وسجد، فقال له داود: من أين أتيت؟ فقال له: من محلة إسرائيل نجوت. فقال له داود: كيف كان الأمر؟ أخبرني. فقال: إن الشعب قد هرب من القتال، وسقط أيضا كثيرون من الشعب وماتوا، ومات شاول ويوناثان ابنه أيضا. فقال داود للغلام الذي أخبره: كيف عرفت أنه قد مات شاول ويوناثان ابنه؟ فقال الغلام الذي أخبره: اتفق أني كنت في جبل جلبوع وإذا شاول يتوكأ على رمحه، وإذا بالمركبات والفرسان يشدون وراءه، فالتفت إلى ورائه فرآني ودعاني، فقلت: ها أنا ذا. فقال لي: من أنت؟ فقلت له: عماليقي أنا. فقال لي: قف علي واقتلني، لأنه قد اعتراني الدوار، لأن كل نفسي بعد فيه. فوقفت عليه وقتلته، لأني علمت أنه لا يعيش بعد سقوطه، وأخذت الإكليل الذي على رأسه والسوار الذي على ذراعه، وأتيت بهما إلى سيدي هاهنا. فأمسك داود ثيابه ومزقها، وكذا جميع الرجال الذين معه، وندبوا وبكوا وصاموا إلى المساء على شاول وعلى يوناثان ابنه وعلى شعب الرب وعلى بيت إسرائيل، لأنهم سقطوا بالسيف. ثم قال داود للغلام الذي أخبره: من أين أنت؟ فقال: أنا ابن رجل غريب عماليقي. فقال له داود: كيف لم تخف أن تمد يدك لتهلك مسيح الرب؟ ثم دعا داود واحدا من الغلمان وقال: تقدم أوقع به، فضربه فمات. فقال له داود: دمك على رأسك، لأن فمك شهد عليك قائلا: أنا قتلت مسيح الرب. ورثى داود بهذه المرثاة شاول ويوناثان ابنه، وقال أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس، هو ذا ذلك مكتوب في سفر ياشرا: الظبي يا إسرائيل مقتول على شوامخك، كيف سقط الجبابرة؟ لا تخبروا في جتا، لا تبشروا في أسواق أشقالون، لئلا تفرح بنات الفلسطينيين، لئلا تشمت بنات الغلف. يا جبال جلبوع، لا يكن طل ولا مطر عليكن، ولا حقول تقدمات، لأنه هناك طرح مجن الجبابرة، مجن شاول بلا مسح بالدهن، من دم القتل من شحم الجبابرة لم ترجع
قوس يوناثان إلى الوراء، وسيف شاول لم يرجع خائبا. شاول ويوناثان المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترقا في موتهما. أخف من النسور وأشد من الأسود، يا بنات إسرائيل ابكين شاول الذي ألبسكن قرمزا بالتنعم وجعل حلي الذهب على ملابسكن. كيف سقط الجبابرة في وسط الحرب، يوناثان على شوامخك مقتول. قد تضايقت عليك يا أخي يوناثان، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي أعجب من محبة النساء. كيف سقط الجبابرة وبادت آلات الحرب. الأصحاح الثاني من سفر صموئيل الثاني من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ: وكان بعد ذلك أن داود سأل الرب قائلا: أأصعد إلى إحدى مدائن يهوذا؟ فقال له الرب: اصعد. فقال داود: إلى أين أصعد؟ فقال: إلى حبرون. فصعد داود إلى هناك هو وامرأته أخي نوعم اليزرعيلية وأبي جايل امرأة نابال الكرملي. وأصعد داود رجاله الذين معه، كل واحد وبيته، وسكنوا في مدن حبرون. وأتى رجال يهوذا ومسحوا هناك داود ملكا على بيت يهوذا. وأخبروا داود قائلين: إن رجال يابيش جلعاد هم الذين دفنوا شاول. فأرسل داود رسلا إلى أهل يابيش جلعاد يقول لهم: مباركون أنتم من الرب إذ قد فعلتم هذا المعروف بسيدكم شاول فدفنتموه، والآن ليصنع الرب معكم إحسانا وحقا، وأنا أيضا أفعل معكم هذا الخير لأنكم فعلتم هذا الأمر. والآن فلتتشدد أيديكم وكونوا ذوي بأس، لأنه قد مات سيدكم شاول، وإياي مسح بيت يهوذا ملكا عليهم. وأما أبنير ابن نيرة رئيس جيش شاول، فأخذ إشبوشثا ابن شاول وعبر به إلى محنايم، وجعله ملكا على جلعاد وعلى الأشوريين وعلى يزرعيل وعلى أفرايم وعلى بنيامين وعلى كل إسرائيل. وكان إشبوشث ابن شاول ابن 40 سنة حين ملك على إسرائيل، وملك 2 سنين. وأما بيت يهوذا فإنما اتبعوا داود، وكانت المدة التي ملك فيها داود في حبرون على بيت يهوذا 7 سنين و6 أشهر. وخرج أبنير ابن نيرة وعبيد إشبوشثا ابن شاول من محنايم إلى جبعون. وخرج يؤاب بن صاروية وعبيد داود فالتقوا جميعا على بركة جبعون، وجلسوا هؤلاء على البركة من هنا وهؤلاء على البركة من هناك. فقال أبنير ليؤاب: ليقم الغلمان ويتكافحوا أمامنا.
فقال يؤاب ليقوموا، فقاموا وعبروا بالعدد 12 لأجل بنيامين وإشبوشث ابن شاول، واثنى عشر من عبيد داود، وأمسك كل واحد برأس صاحبه وضرب سيفه في جنب صاحبه وسقطوا جميعا، فدعي ذلك الموضع حلقثا حصوريم التي هي في جبعون. وكان القتال شديدا جدا في ذلك اليوم، وانكسر أبنير ورجال إسرائيل أمام عبيد داود. وكان هناك بنو صاروية 3، يؤاب وأبي شاي وعسائيل، وكان عسائيل خفيف الرجلين كظبي البر. فسعى عسائيل وراء أبنير ولم يمل في السير يمنة ولا يسرة من وراء أبنير، فالتفت أبنير إلى ورائه وقال: أأنت عسائيل؟ فقال: أنا هو. فقال له أبنير: مل إلى يمينك أو إلى يسارك، واقبض على أحد الغلمان وخذ لنفسك سلبه. فلم يشأ عسائيل أن يميل من ورائه. ثم عاد أبنير وقال لعسائيل: مل من ورائي، لماذا أضربك إلى الأرض؟ فكيف أرفع وجهي لدى يؤاب أخيك؟ فأبى أن يميل، فضربه أبنير بزج الرمح في بطنه، فخرج الرمح من خلفه فسقط هناك ومات في مكانه. وكان كل من يأتي إلى الموضع الذي سقط فيه عسائيل ومات يقف. وسعى يؤاب أبي شاي وراء أبنير، وغابت الشمس عندما أتيا إلى تل أمتا الذي تجاه جيحة في طريق برية جبعون. فاجتمع بنو بنيامين وراء أبنير وصاروا جماعة واحدة ووقفوا على رأس تل واحد. فنادى أبنير يؤاب وقال: هل إلى الأبد يأكل السيف؟ ألم تعلم أنها تكون مرارة في الأخير؟ فحتى متى لا تقول للشعب أن يرجعوا من وراء إخوتهم؟ فقال يؤاب: حي هو الله، إنه لو لم تتكلم لكان الشعب في الصباح قد صعد كل واحد من وراء أخيه. وضرب يؤاب بالبوق فوقف جميع الشعب، ولم يسعوا بعد وراء إسرائيل ولا عادوا إلى المحاربة. فصار أبنير ورجاله في العربة ذلك الليل كله، وعبروا الأردن وصاروا في كل الشعب وجاءوا إلى محنايم. ورجع يؤاب من وراء أبنير وجمع كل الشعب، وفقد من عبيد داود 19 رجلا وعسائيل. وضرب عبيد داود من بنيامين ومن رجال أبنير، فمات 360 رجلا. ورفعوا عسائيل ودفنوه في قبر أبيه الذي في بيت لحم. وصار يؤاب ورجاله الليل كله، وأصبحوا في حبرون. الأصحاح 3 من سفر صموئيل 2. وكانت الحرب طويلة بين بيت شاول وبيت داود، وكان داود يذهب يتقوى وبيت شاول يذهب يضعف. وولد لداود بنون في حبرون،
وكان بكره أمنون من أخي نعم اليزرعيلية، وثانيه كيلآب من أبي جايل امرأة نابال الكرملي، والثالث أبشالوم ابن معكة بنت تلمايا ملك جاشور، والرابع أدونية ابن حجيثة، والخامس شفطية ابن أبي طالة، والسادس يثرعام من عجلة امرأة داود. هؤلاء ولدوا لداود في حبرون. وكان في وقوع الحرب بين بيت شاول وبيت داود أن أبنيرا تشدد لأجل بيت شاول، وكانت لشاول سرية اسمها رصفة بنت أيتا، فقال إشبوشوثث لأبنيرا: لماذا دخلت إلى سرية أبي؟ فاضطاب أبنير جدا من كلام إشبوشث، وقال: ألعلي رأس كلب ليهوذا؟ اليوم أصنع معروفا مع بيت شاول أبيك مع إخوته ومع أصحابه، ولم أسلمك ليد داود، وتطالبني اليوم بإثم المرأة. هكذا يصنع الله بأبنيرا، وهكذا يزيده، إنه كما حلف الرب لداود كذلك أصنع له، لنقل المملكة من بيت شاول وإقامة كرسي داود على إسرائيل وعلى يهوذا من دان إلى بئر سبع. ولم يقدر بعد أن يجاوب أبنيرا بكلمة لأجل خوفه منه، فأرسل أبنير من فوره رسلا إلى داود قائلا: لمن هي الأرض؟ يقولون: اقطع عهدك معي وهو ذا يدي معك لرد جميع إسرائيل إليك. فقال: حسنا، أنا أقطع معك عهدا، إلا إني أطلب منك أمرا واحدا، وهو أن لا ترى وجهي ما لم تأتي أولا بميكال بنت شاولة حين تأتي لترى وجهي. وأرسل داود رسلا إلى إشبوشوث ابن شاول يقول: أعطني امرأتي ميكال التي خطبتها لنفسي بمئة غلفة من الفلسطينيين. فأرسل إشبوشوث وأخذها من عند رجلها من فلطئيل ابن لايشة، وكان رجلها يسير معها ويبكي وراءها إلى بحوريم. فقال له أبنير: اذهب، ارجع. فرجع. وكان كلام أبنير إلى شيوخ إسرائيل قائلا: قد كنتم منذ أمس وما قبله تطلبون داود ليكون ملكا عليكم، فالآن افعلوا، لأن الرب كلم داود قائلا: إني بيدي داود عبدي أخلص شعب إسرائيل من يد الفلسطينيين ومن أيدي جميع أعدائهم. وتكلم أبنير أيضا في مسامع بنيامين، وذهب أبنير ليتكلم في سماع داود أيضا في حبرون بكل ما حسن في أعين إسرائيل وفي أعين جميع بيت بنيامين. فجاء أبنير إلى داود إلى حبرون ومعه 20 رجلا. فصنع داود لأبنير وللرجال الذين معه وليمة، وقال أبنير لداود: أقوم وأذهب وأجمع إلى سيد الملك جميع إسرائيل فيقطعون معك عهدا، وتملك حسب كل ما تشتهي نفسك.
فأرسل داود أبن إيرا فذهب بسلام. وإذا بعبيد داود ويؤاب قد جاءوا من الغزو، وأتوا بغنيمة كثيرة معهم، ولم يكن أبن إيرا مع داود في حبرون، لأنه كان قد أرسله فذهب بسلام. وجاء يؤاب وكل الجيش الذي معه، فأخبروا يؤاب قائلين: قد جاء أبن إيرا ابن نيرا إلى الملك، فأرسله فذهب بسلام. فدخل يؤاب إلى الملك وقال: ماذا فعلت؟ هو ذا قد جاء أبن إيرا إليك، لماذا أرسلته فذهب؟ أنت تعلم أبن إيرا ابن نير أنه إنما جاء ليملقك وليعلم خروجك ودخولك وليعلم كل ما تصنعه. ثم خرج يؤاب من عند داود وأرسل رسلا وراء أبن إيرا فردوه من بئر السيرة وداود لا يعلم. ولما رجع أبن إيرا إلى حبرون مال به يؤاب إلى وسط الباب ليكلمه سرا، وضربه هناك في بطنه فمات بدم عسائيل أخيه. فسمع داود بعد ذلك فقال: إني بريء أنا ومملكتي لدى الرب إلى الأبد من دم أبن إيرا ابن نيرا، فليحل على رأس يؤاب وعلى كل بيت أبيه، ولا ينقطع من بيت يؤاب ذو سيل وأبرص وعاكز على العكازة وساقط بالسيف ومحتاج الخبز. فقتل يؤاب وأبيشاي أخوه أبن إيرا، لأنه قتل عسائيل أخاهما في جبعون في الحرب. فقال داود ليؤاب ولجميع الشعب الذي معه: مزقوا ثيابكم وتنطقوا بالمسوح والطموا أمام أبن إيرا. وكان داود الملك يمشي وراء النعش، ودفنوا أبن إيرا في حبرون. ورفع الملك صوته وبكى على قبر أبن إيرا، وبكى جميع الشعب. ورث الملك أبن إيرا وقال: هل كموت أحمق يموت أبن إيرا؟ يداك لم تكونا مربوطتين، ورجلاك لم توضعا في سلاسل نحاس، كالسقوط أمام بني الإثم سقطا. وعاد جميع الشعب يبكون عليه، وجاء جميع الشعب ليطعموا داود خبزا. وكان بعد نهار، فحلف داود قائلا: هكذا يفعل لي الله وهكذا يزيد إن كنت أذوق خبزا أو شيئا آخر قبل غروب الشمس. فعرف جميع الشعب وحسن في أعينهم، كما أن كل ما صنع الملك كان حسنا في أعين جميع الشعب. وعلم كل الشعب وجميع إسرائيل في ذلك اليوم أنه لم يكن من الملك قتل أبن إيرا ابن نيرا. وقال الملك لعبيده: ألا تعلمون أن رئيسا وعظيما سقط اليوم في إسرائيل، وأنا اليوم ضعيف وممسوح ملكا، وهؤلاء الرجال بنو صاروية أقوى مني، يجازي الرب فاعل الشر كشره. الأصحاح الرابع من سفر صموئيل الثاني من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ: ولما سمع ابن شاول أن أبن إيرا قد مات في حبرون، ارتخت يداه وارتاع جميع إسرائيل.
وكان لابن شاول رجلان رئيسا غزاة، اسم الواحد بعنة واسم الآخر ركاب ابن رمون البئيروتي من بني بنيامين، لأن بئيروت حسبت لبنيامين. وهرب البئيروتيون إلى جتايم وتغربوا هناك إلى هذا اليوم. وكان ليوناثان ابن شاول ابن مضروب الرجلين، كان ابن 5 سنين عند مجيء خبر شاول ويوناثان من يزرعيل، فحملته مربيته وهربت، ولما كانت مسرعة لتهرب وقع وصار أعرج، واسمه مفي بوشث. وصار ابن رمون البئيروتي ركاب وبعنة، ودخلا عند حر النهار إلى بيت إشبوشث وهو نائم النومة الظهيرة، فدخلا إلى وسط البيت ليأخذا حنطة وضرباه في بطنه، ثم أفلت ركاب وبعنة أخوه. فعند دخولهما البيت كان هو مضطجعا على سريره في مخدع نومه، فضرباه وقتلاه وقطعا رأسه وأخذا رأسه وسارا في طريق العربة الليل كله. وأتيا برأس إشبوشث إلى داود إلى حبرون وقالا للملك: هو ذا رأس إشبوشث ابن شاول عدوك الذي كان يطلب نفسك، وقد أعطى الرب لسيد الملك انتقاما في هذا اليوم من شاول ومن نسله. فأجاب داود ركاب وبعنة أخاه ابني رمون البئيروتي وقال لهما: حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق، إن الذي أخبرني قائلا هو ذا قد مات شاول وكان في عيني نفسه كمبشر، قبضت عليه وقتلته في سقلغة، ذلك أعطيته بشارة، فكم بالحري إذا كان رجلان باغيان يقتلان رجلا صديقا في بيته على سريره، فالآن أما أطلب دمه من أيديكما وأنزعكما من الأرض. وأمر داود الغلمان فقتلوهما وقطعوا أيديهما وأرجلهما وعلقوهما على البركة في حبرون. وأما رأس إشبوشث فأخذوه ودفنوه في قبر أبنيرا في حبرون. الأصحاح 5 من سفر صموئيل الثاني. من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ: وجاء جميع أسباط إسرائيل إلى داود إلى حبرون، وتكلموا قائلين: هو ذا عظمك ولحمك نحن. ومنذ أمس وما قبله حين كان شاول ملكا علينا، قد كنت أنت تخرج وتدخل إسرائيل، وقد قال لك الرب: أنت ترعى شعبي إسرائيل وأنت تكون رئيسا على إسرائيل. وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك إلى حبرون، فقطع الملك داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب، ومسحوا داود ملكا على إسرائيل. وكان داود ابن 30 سنة حين ملك، وملك 40 سنة في حبرون، ملك على يهوذا 7 سنين و6 أشهر، وفي أورشليم ملك 33 سنة على جميع إسرائيل ويهوذا.
وذهب الملك ورجاله إلى أورشليم إلى اليبوسيين سكان الأرض، فكلموا داود قائلين: لا تدخلوا إلى هنا ما لم تنزع العميان والعرجة، أي لا يدخل داود إلى هنا. وأخذ داود حصن صهيون هي مدينة داود، وقال داود في ذلك اليوم: إن الذي يضرب اليبوسيين ويبلغ إلى القناة والعرج والعمي المبغضين من نفس داود، لذلك يقولون لا يدخل البيت أعمى أو أعرج. وأقام داود في الحصن وسماه مدينة داود، وبنى داود مستديرا من القلعة فداخلا، وكان داود يتزايد متعظما، والرب إله الجنود معه. وأرسل حيرام ملك صورا رسلا إلى داود وخشب أرز ونجارين وبنائين، فبنوا لداود بيتا. وعلم داود أن الرب قد أثبته ملكا على إسرائيل، وأنه قد رفع ملكه من أجل شعبه إسرائيل. وأخذ داود أيضا سراريا ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون، فولد أيضا لداود بنون وبنات، وهذه أسماء الذين ولدوا له في أورشليم: شموع وشوباب وناثان وسليمان ويبحار وأليشوع ونافج ويافع وأليشامع وألياداع وأليفالط. وسمع الفلسطينيون أنهم قد مسحوا داود ملكا على إسرائيل، فصعد جميع الفلسطينيين ليفتشوا على داود، ولما سمع داود نزل إلى الحصن، وجاء الفلسطينيون وانتشروا في وادي الرفائيين. وسأل داود من الرب قائلا: أأصعد إلى الفلسطينيين؟ أتدفعهم ليدي؟ فقال الرب لداود: اصعد، لأني دفعا أدفع الفلسطينيين ليدك. فجاء داود إلى بعل فراصيم وضربهم داود هناك، وقال: قد اقتحم الرب أعدائي أمام اقتحام المياه، لذلك دع اسم ذلك الموضع بعل فراصيم. وتركوا هناك أصنامهم، فنزعها داود ورجاله. ثم عاد الفلسطينيون فصعدوا أيضا وانتشروا في وادي الرفائيين. فسأل داود من الرب فقال: لا تصعد، بل در من ورائهم وهلم عليهم مقابل أشجار البكا، وعندما تسمع صوت خطوات في رؤوس أشجار البكا حينئذ احترس، لأنه إذ ذاك يخرج الرب أمامك لضرب محلة الفلسطينيين. ففعل داود كذلك كما أمره الرب، وضرب الفلسطينيين من جبع إلى مدخل جازرة. الأصحاح السادس من سفر صموئيل الثاني. وجمع داود أيضا جميع المنتخبين في إسرائيل 30,000، وقام داود وذهب هو وجميع الشعب الذي معه من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكروبيم. فأركبوا تابوت الله على عجلة جديدة، وحملوه من بيت أبي ناداب الذي في الأكمة، وكان عزة وأخي
ابنا أبي نادابا يسوقان العجلة الجديدة، فأخذوها من بيت أبي نادابا الذي في الأكمة مع تابوت الله، وكان أخي يسير أمام التابوت، وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب بكل أنواع الآلات من خشب السرو بالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالجنوك وبالصنوج. ولما انتهوا إلى بيدر ناخونا مد عزة يده إلى تابوت الله وأمسكه لأن الثيران انشمصت، فحمي غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لأجل غفله، فمات هناك لدى تابوت الله. فاغتاظ داود لأن الرب اقتحم عزة اقتحاما، وسمى ذلك الموضع فارس عزة إلى هذا اليوم. وخاف داود من الرب في ذلك اليوم وقال: كيف يأتي إلي تابوت الرب؟ ولم يشأ داود أن ينقل تابوت الرب إليه إلى مدينة داود، فمال به داود إلى بيت عبيدة آدوم الجتي، وبقي تابوت الرب في بيت عبيدة آدوم الجتي 3 أشهر. وبارك الرب عبيد آدوم وكل بيته. فأخبر الملك داود وقيل له: قد بارك الرب بيت عبيد آدوم وكل ما له بسبب تابوت الله. فذهب داود وأصعد تابوت الله من بيت عبيد آدوم إلى مدينة داود بفرح، وكان كلما خطى حامل تابوت الرب 6 خطوات يذبح ثورا وعجلا معلوفا، وكان داود يرقص بكل قوته أمام الرب، وكان داود متمنطقا بأفود من كتان. فأصعد داود وجميع بيت إسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت البوق. ولما دخل تابوت الرب مدينة داود، أشرفت ميكال بنت شاول من الكوة، ورأت الملك داود يطفر ويرقص أمام الرب، فاحتقرته في قلبها. فأدخلوا تابوت الرب وأوقفوه في مكانه في وسط الخيمة التي نصبها له داود، وأصعد داود محرقات أمام الرب وذبائح سلامة. ولما انتهى داود من إصعاد المحرقات وذبائح السلامة، بارك الشعب باسم رب الجنود، وقسم على جميع الشعب على كل جمهور إسرائيل رجالا ونساء، على كل واحد رغيف خبز وكأس خمر وقرص زبيب. ثم ذهب كل الشعب كل واحد إلى بيته، ورجع داود ليبارك بيته. فخرجت ميكال بنت شاول لاستقبال داود، وقالت: ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم، حيث تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء. فقال داود لميكال: إنما أمام الرب الذي اختارني دون أبيك ودون كل بيته ليقيمني رئيسا على شعب الرب إسرائيل، فلعبت أمام الرب، وإني أتصاغر دون ذلك وأكون وضيعا في عيني نفسي. وأما عند الإماء التي ذكرت فأتمجد. ولم يكن لميكال بنت شاول ولد إلى يوم موتها.
الأصحاح السابع من سفر صموئيل الثاني من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ: وكان لما سكن الملك في بيته وأراحه الرب من كل الجهات من جميع أعدائه، أن الملك قال لناثان النبي: انظر، إني ساكن في بيت من أرز، وتابوت الله ساكن داخل الشقق. فقال ناثان للملك: اذهب افعل كل ما بقلبك، لأن الرب معك. وفي تلك الليلة كان كلام الرب إلى ناثان قائلا: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب: أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم، بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن. في كل ما سرت مع جميع بني إسرائيل، هل تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعب إسرائيل قائلا: لماذا لم تبنوا لي بيتا من الأرز؟ والآن فهكذا تقول لعبد داود: هكذا قال رب الجنود: أنا أخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل، وكنت معك حيثما توجهت، وقرضت جميع أعدائك من أمامك، وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذين في الأرض، وعينت مكانا لشعب إسرائيل وغرسته فسكن في مكانه، ولا يضطرب بعد، ولا يعود بنو الإثم يذللونه كما في الأول. ومنذ يوم أقمت فيه قضاة على شعب إسرائيل، وقد أرحتك من جميع أعدائك، والرب يخبرك أن الرب يصنع لك بيتا. متى كملت أيامك واضطجعت مع أبائك، أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك، وأثبت مملكته. هو يبني بيتا لاسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. أنا أكون له أبا، وهو يكون لي ابنا. إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول الذي أرزلته من أمامك. ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. فحسب جميع هذا الكلام وحسب كل هذه الرؤيا، كذلك كلم ناثان داود. فدخل الملك داود وجلس أمام الرب وقال: من أنا يا سيدي الرب؟ وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى هاهنا؟ وقال هذا أيضا في عينيك يا سيدي الرب، فتكلمت أيضا من جهة بيت عبدك إلى زمان طويل. وهذه عادة الإنسان يا سيدي الرب. وبماذا يعود داود يكلمك وأنت قد عرفت عبدك يا سيدي الرب؟ فمن أجل كلمتك وحسب قلبك فعلت هذه العظائم كلها لتعرف عبدك، لذلك قد عظمت أيها الرب الإله، لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك، حسب كل ما سمعناه بآذاننا. وأية أمة على الأرض مثل شعبك إسرائيل الذي صار الله ليفتديه لنفسه شعبا ويجعل له اسما،
ويعمل لكم العظائم والتخاويف لأرضك أمام شعبك الذي افتديته لنفسك من مصر من الشعوب وآلهتهم، وثبت لنفسك شعبك إسرائيل شعبا لنفسك إلى الأبد، وأنت يا رب صرت لهم إلها. والآن أيها الرب الإله أقم إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك وعن بيته، وافعل كما نطقت، وليتعظم اسمك إلى الأبد، فيقال رب الجنود إله على إسرائيل، وليكن بيت عبدك داود ثابتا أمامك، لأنك أنت يا رب الجنود إله إسرائيل قد أعلنت لعبدك قائلا: إني أبني لك بيتا. لذلك وجد عبدك في قلبه أن يصلي لك هذه الصلاة. والآن يا سيدي الرب، أنت هو الله، وكلامك هو حق، وقد كلمت عبدك بهذا الخير، فالآن ارتضي وبارك بيت عبدك ليكون إلى الأبد أمامك، لأنك أنت يا سيدي الرب قد تكلمت، فليبارك بيت عبدك ببركاتك إلى الأبد. الأصحاح الثامن من سفر صموئيل الثاني. وبعد ذلك ضرب داود الفلسطينيين وذللهم، وأخذ داود زمام القصبة من يد الفلسطينيين، وضرب المؤابيين وقاسهم بالحبل، أضجعهم على الأرض فقاس بحبلين للقتل وبحبل للاستيحاء، وصار المؤابيون عبيدا لداود يقدمون هدايا. وضرب داود هدد عزرا ابن راحوب ملك صوبة حين ذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات، فأخذ داود منه 1700 فارس وعشرين ألف راجل، وعرقب داود جميع خيل المركبات وأبقى منها 100 مركبة. فجاء أرام دمشق لنجدة هدد عزرا ملك صوبة، فضرب داود من آرام 22,000 رجل، وجعل داود محافظين في آرام دمشق، وصار الأراميون لداود عبيدا يقدمون هدايا، وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. وأخذ داود أتراس الذهب التي كانت على عبيد هدد عزرا، وأتى بها إلى أورشليم، ومن باطحة ومن بير وثايا مدينتي هدد عزرا أخذ الملك داود نحاسا كثيرا جدا. وسمع توعي ملك حمات أن داود قد ضرب كل جيش هدد عزرا، فأرسل توعي يورام ابنه إلى الملك داود ليسأل عن سلامته ويباركه، لأنه حارب هدد عزرا وضربه، لأن هدد عزرا كانت له حروب مع توعي، وكانت بيده آنية فضة وآنية ذهب وآنية نحاس، وهذه أيضا قدسها الملك داود للرب مع الفضة والذهب الذي قدسه من جميع الشعوب الذين أخضعهم من آرام ومن مؤاب ومن بني عمون ومن الفلسطينيين ومن عماليق ومن غنيمة هدد عزرا ابن راحوب ملك صوبة. ونصب داود تذكارا عند رجوعه من ضربه 18,000 من آرام في وادي الملح،
وجعل في آدوم محافظين، وضع محافظين في آدوم كلها، وكان جميع الأدوميين عبيدا لداود، وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. وملك داود على جميع إسرائيل، وكان داود يجري قضاء وعدلا لكل شعبه. وكان يؤاب ابن صروية على الجيش، ويهوشافاط ابن أخي لودا مسجلا، وصادوق ابن أخي طوبى وأخي مالك ابن أبي ياثار كاهنين وسرايا كاتبا، وبنايهو ابن يهوداع على الجلادين والسعاة، وبنو داود كانوا كهنة. الأصحاح التاسع من سفر صموئيل الثاني من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ: وقال داود: هل يوجد بعد أحد قد بقي من بيت شاول؟ فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان. وكان لبيت شاول عبد اسمه صيبة، فاستدعوه إلى داود وقال له الملك: أأنت صيبة؟ فقال: عبدك. فقال الملك: ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله؟ فقال صيبة للملك: بعد ابن ليوناثان أعرج الرجلين. فقال له الملك: أين هو؟ فقال صيبة للملك: هو ذا هو في بيت ماكيرا ابن عمي إيلا في لودابارا. فأرسل الملك داود وأخذه من بيت ماكيرا ابن عمي إيلا من لودابارا. فجاء مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول إلى داود وخر على وجهه وسجد. فقال داود: يا مفيبوشث. فقال: ها أنا ذا عبدك. فقال له داود: لا تخف، فإني لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. فسجد وقال: من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ ودعا الملك صيبا غلام شاول وقال له: كل ما كان لشاول ولكل بيته قد دفعته لابن سيدك، فتشتغل له في الأرض أنت وبنوك وعبيدك، وتستغل ليكون لابن سيدك خبز ليأكل، ومفيبوشث ابن سيدك يأكل دائما خبزا على مائدتي. وكان لصيبة 15 ابنا وعشرون عبدا. فقال صيبة للملك: حسب كل ما يأمر به سيد الملك عبده كذلك يصنع عبدك، فيأكل مفيبوشث على مائدتي كواحد من بني الملك. وكان لمفيبوشث ابن صغير اسمه ميخا، وكان جميع ساكني بيت صيبة عبيدا لمفيبوشث. فسكن مفيبوشث في أورشليم، لأنه كان يأكل دائما على مائدة الملك، وكان أعرج من رجليه كلتيهما. الأصحاح العاشر من سفر صموئيل الثاني. وكان بعد ذلك أن ملك بني عمون مات، وملك حانون ابنه عوضا عنه. فقال داود: أصنع معروفا مع حانون ابن نحاشا كما صنع أبوه معي معروفا. فأرسل داود بيد عبيده يعزيه عن أبيه،
فجاء عبيد داود إلى أرض بني عمون، فقال رؤساء بني عمون لحانون سيدهم: هل يكرم داود أباك في عينيك حتى أرسل إليك معزين؟ أليس لأجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها أرسل داود عبيده إليك؟ فأخذ حانون عبيد داود وحلق أنصاف لحاهم وقص ثيابهم من الوسط إلى أستاههم، ثم أطلقهم. ولما أخبروا داود أرسل للقائهم، لأن الرجال كانوا خجلين جدا، وقال الملك: أقيموا في أريحة حتى تنبت لحاكم ثم ارجعوا. ولما رأى بنو عمون أنهم قد أنتنوا عند داود، أرسل بنو عمون واستأجروا آرام بيت راحوب وآرام صوبة 20,000 راجل، ومن ملك معكة 1,000 رجل، ورجال طوبة 12,000 رجل. فلما سمع داود أرسل يؤاب وكل جيش الجبابرة، وخرج بنو عمون واصطفوا للحرب عند مدخل الباب، وكان آرام صوبة ورحوب ورجال طوبة ومعكة وحدهم في الحقل. فلما رأى يؤاب أن مقدمة الحرب كانت نحوه من قدام ومن وراء، اختار من جميع منتخبي إسرائيل وصفهم للقاء آرام، وسلم بقية الشعب ليد أخيه أبي شاي فصفهم للقاء بني عمون، وقال: إن قوي آرام علي تكون لي منجدا، وإن قوي عليك بنو عمون أذهبوا لنجدتك. تجلد ولنتشدد من أجل شعبنا ومن أجل مدن إلهنا، والرب يفعل ما يحسن في عينيه. فتقدم يؤاب والشعب الذين معه لمحاربة آرام، فهربوا من أمامه. ولما رأوا بنو عمون أنه قد هرب آرام، هربوا من أمام أبي شاي ودخلوا المدينة. فرجع يؤاب عن بني عمون وأتى إلى أورشليم. ولما رأى آرام أنهم قد انكسروا أمام إسرائيل اجتمعوا معا، وأرسل هدر عزر فأبرز آرام الذي في عبر النهر، فأتوا إلى حيلام وأمامهم شوبك رئيس جيش هدر عزر. ولما أخبر داود جمع كل إسرائيل وعبر الأردن، وجاء إلى حيلام فاصطف آرام للقاء داود وحاربوه، وهرب آرام من أمام إسرائيل، وقتل داود من آرام 700 مركبة وأربعين ألف فارس، وضرب شوبك رئيس جيشه فمات هناك. ولما رأى جميع الملوك عبيد هدر عزرا أنهم انكسروا أمام إسرائيل، صالحوا إسرائيل واستعبدوا لهم، وخاف آرام أن ينجدوا بني عمون بعده. الأصحاح 11 من سفر صموئيل الثاني من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ: وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل، فأخربوا بني عمون وحاصروا ربة. وأما داود فأقام في أورشليم. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بثشبع بنت
اليعامة امرأة أوري الحثي. فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى. فأرسل داود إلى يؤاب يقول أرسل إلي أوري الحثي. فأرسل يؤاب أوري إلى داود، فأتى أوري إليه فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال داود لأوري انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوري من بيت الملك، وخرجت وراءه حصة من عند الملك، ونام أوري على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده، ولم ينزل إلى بيته. فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوري إلى بيته. فقال داود لأوري أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوري لداود إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي. وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. فقال داود لأوري أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك. فأقام أوري في أورشليم ذلك اليوم وغده، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره، وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده، وإلى بيته لم ينزل. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوري، وكتب في المكتوب يقول اجعلوا أوري في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. وكان في محاصرة يؤاب المدينة أنه جعل أوري في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه، فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود، ومات أوري الحثي أيضا. فأرسل يؤاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب، وأوصى الرسول قائلا عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب، فإن اشتعل غضب الملك وقال لك لماذا دنوتم من المدينة للقتال؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور؟ من قتل أبي مالك ابن يربوشوثا؟ ألم ترمه امرأة بقطعة رحى من على السور فمات في طاباس؟ لماذا دنوتم من السور؟ فقل قد مات عبدك أوري الحثي أيضا. فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يؤاب. وقال الرسول لداود قد تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل، فكنا عليهم إلى مدخل الباب، فرمى الرماة عبيدك من على السور، فمات البعض من عبيد الملك، ومات عبدك أوري الحثي أيضا. فقال داود للرسول هكذا تقول ليؤاب، لا يسوء في عينيك هذا الأمر، لأن السيف يأكل هذا وذاك، شدد قتالك على المدينة وأخربها وشدده. فلما سمعت امرأة أوري أنه قد مات أوري رجلها ندبت بعلها، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته، وصارت له امرأة وولدت له ابنا
وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. الأصحاح الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني. فأرسل الرب ناثان إلى داود، فجاء إليه وقال له: كان رجلان في مدينة واحدة، واحد منهما غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا، تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه، وكانت له كبنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء إليه، فحمي غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان: حي هو الرب إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا، لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحثي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بني عمون، والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة. هكذا قال الرب: ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس، لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. فقال داود لناثان: قد أخطأت إلى الرب. فقال ناثان لداود: الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك، لا تموت، غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون، فالابن المولود لك يموت. وذهب ناثان إلى بيته، وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أوريا لداود فثقلا، فسأل داود الله من أجل الصبي، وصام داود صوما ودخل وبات مضطجعا على الأرض. فقام شيوخ بيته عليه ليقيموه عن الأرض، فلم يشأ ولم يأكل معهم خبزا.
وكان في اليوم السابع أن الولد مات، فخاف عبيد داود أن يخبروه بأن الولد قد مات، لأنهم قالوا هوذا لما كان الولد حيا كلمناه فلم يسمع لصوتنا، فكيف نقول له قد مات الولد يعمل أشرة؟ ورأى داود عبيده يتناجون، ففطن داود أن الولد قد مات، فقال داود لعبده هل مات الولد؟ فقالوا مات. فقام داود عن الأرض واغتسل وادهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد، ثم جاء إلى بيته وطلب فوضعوا له خبزا فأكل. فقال له عبيده ما هذا الأمر الذي فعلت؟ لما كان الولد حيا صمت وبكيت، ولما مات الولد قمت وأكلت خبزا. فقال لما كان الولد حيا صمت وبكيت لأني قلت من يعلم، ربما يرحمني الرب ويحيى الولد، والآن قد مات فلماذا أصوم؟ هل أقدر أن أرده بعد؟ أنا ذاهب إليه، وأما هو فلا يرجع إلي. وعز داود بثشبع امرأته ودخل إليها واضطجع معها فولدت ابنا، فدعا اسمه سليمان، والرب أحبه. وأرسل بيدي ناثان النبي ودعا اسمه يديديا من أجل الرب. وحارب يؤاب ربة بني عمون وأخذ مدينة المملكة، وأرسل يؤاب رسلا إلى داود يقول قد حاربت ربة وأخذت أيضا مدينة المياه، فالآن اجمع بقية الشعب وانزل على المدينة وخذها لئلا آخذ أنا المدينة فيدعى باسمي عليها. فجمع داود كل الشعب وذهب إلى ربة وحاربها وأخذها، وأخذ تاج ملكهم عن رأسه، ووزنه وزنة من الذهب مع حجر كريم، وكان على رأس داود. وأخرج غنيمة المدينة كثيرة جدا، وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد، وأمرهم في أتون الأجر. وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. الأصحاح الثالث عشر من سفر صموئيل الثاني. وجرى بعد ذلك أنه كان لأبشالوم ابن داود أخت جميلة اسمها ثامار، فأحبها أمنون ابن داود، وأحصر أمنون للسقم من أجل ثامار أخته، لأنها كانت عذراء، وعسروا في عيني آمون أن يفعل لها شيئا. وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب ابن شمعي أخي داود، وكان يوناداب رجلا حكيما جدا، فقال له لماذا يا ابن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح؟ أما تخبرني؟ فقال له أمنون إني أحب ثامار أخت أبشالوم أخي. فقال يوناداب اضطجع على سريرك وتمارد، وإذا جاء أبوك ليراك فقل له
دعث مارا أختي فتأتي وتطعمني خبزا وتعمل أمامي الطعام لأرى فآكل من يدها. فاضطجع أمنون وتمارض فجاء الملك ليراه. فقال أمنون للملك: دعث مارا أختي فتأتي وتصنع أمامي كعكتين فآكل من يدها. فأرسل داود إلى ثامار إلى البيت قائلا: اذهبي إلى بيت أمنون أخيك واعملي له طعاما. فذهب ثامار إلى بيت أمنون أخيها وهو مضطجع، وأخذت العجين وعجنت وعملت كعكا أمامه، وخبزت الكعكة وأخذت المقلاة وسكبت أمامه فأبى أن يأكل. وقال أمنون: أخرجوا كل إنسان عني. فخرج كل إنسان عنه. ثم قال أمنون لثامار: ائتي بالطعام إلى المخدع فآكل من يدك. فأخذت ثامار الكعك الذي عملته وأتت به أمنون أخاها إلى المخدع وقدمت له ليأكل، فأمسكها وقال لها: تعالي اضطجعي معي يا أختي. فقالت له: لا يا أخي، لا تذلني، لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل، لا تعمل هذه القباحة. أما أنا فأين أذهب بعاري؟ وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء في إسرائيل. والآن كلم الملك لأنه لا يمنعني منك. فلم يشأ أن يسمع لصوتها، بل تمكن منها وقهرها واضطجع معها. ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا، حتى إن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها. وقال لها أمنون: قوم انطلقي. فقالت له: لا سبب، هذا الشر بطردك إياي هو أعظم من الآخر الذي عملته بي. فلم يشأ أن يسمع لها، بل دعا غلامه الذي كان يخدمه وقال: اطرد هذه عني خارجا واقفل الباب وراءها. وكان عليها ثوب ملون، لأن بنات الملك العذارى كنا يلبسن جبات مثل هذه. فأخرجها خادمه إلى الخارج وأقفل الباب وراءها. فجعلت ثامار رمادا على رأسها، ومزقت الثوب الملون الذي عليها، ووضعت يدها على رأسها، وكانت تذهب صارخة. فقال لها أبشالوم أخوها: هل كان أمنون أخوك معك؟ فالآن يا أخت اسكتي، أخوك هو، لا تضعي قلبك على هذا الأمر. فأقامت ثامار مستوحشة في بيت أبشالوم أخيها. ولما سمع الملك داود بجميع هذه الأمور اغتاظ جدا، ولم يكلم أبشالوم أمنون بشر ولا بخير، لأن أبشالوم أبغض أمنون من أجل أنه أذل ثامار أخته. وكان بعد سنتين من الزمان أنه كان لأبشالوم جزازون في بعل حاصور التي عند أفرايم. دعا أبشالوم جميع بني الملك، وجاء أبشالوم إلى الملك وقال: هوذا لعبدك جزازون،
فليذهب الملك وعبيده مع عبدك. فقال الملك لأبشالوم: لا يا ابني، لا نذهب كلنا لئلا نثقل عليك. فألح عليه، فلم يشأ أن يذهب بل باركه. فقال أبشالوم: إذن دع أخي أمنون يذهب معنا. فقال الملك: لماذا يذهب معك؟ فألح عليه أبشالوم، فأرسل معه أمنون وجميع بني الملك. فأوصى أبشالوم غلمانه قائلا: انظروا متى طاب قلب أمنون بالخمر، وقلت لكم اضربوا أمنون فاقتلوه، لا تخافوا، أليس أني أنا أمرتكم؟ فتشددوا وكونوا ذوي بأس. ففعل غلمان أبشالوم بأمنون كما أمر أبشالوم. فقام جميع بني الملك وركبوا كل واحد على بغله وهربوا. وفيما هم في الطريق وصل الخبر إلى داود وقيل له: قد قتل أبشالوم جميع بني الملك ولم يتبقى منهم أحد. فقام الملك ومزق ثيابه واضطجع على الأرض، وجميع عبيده واقفون وثيابهم ممزقة. فأجاب يناداب بن شمعي أخي داود وقال: لا يظن سيدي أنهم قتلوا جميع الفتيان بني الملك، إنما أمنون وحده مات، لأن ذلك قد وضع عند أبشالوم منذ يوم أذل ثامار أخته. والآن لا يضعن سيد الملك في قلبه شيئا قائلا: إن جميع بني الملك قد ماتوا، إنما أمنون وحده مات. وهرب أبشالوم، ورفع الغلام الرقيب طرفه ونظر، وإذا بشعب كثير يسيرون على الطريق وراءه بجانب الجبل. فقال يناداب للملك: هو ذا بنو الملك قد جاءوا، كما قال عبدك كذلك صار. ولما فرغ من الكلام إذا ببني الملك قد جاءوا، ورفعوا أصواتهم وبكوا، وكذلك بكى الملك وعبيده بكاء عظيما جدا. فهرب أبشالوم وذهب إلى تلمايا ابن عمي يهودا ملك جشورا، وناح داود على ابنه الأيام كلها. وهرب أبشالوم وذهب إلى جاشورا، وكان هناك 3 سنين. وكان داود يتوق إلى الخروج إلى أبشالوم، لأنه تعزى عن أمنون حيث إنه مات. الأصحاح 14 من سفر صموئيل الثاني. وعلم يؤاب ابن صروية أن قلب الملك على أبشالوم، فأرسل يؤاب إلى تقوع وأخذ من هناك امرأة حكيمة، وقال لها: تظاهري بالحزن والبسي ثياب الحزن، ولا تدهني بزيت، بل كوني كامرأة لها أيام كثيرة وهي تنوح على ميت، وادخلي إلى الملك وكلميه بهذا الكلام. وجعل يؤاب الكلام في فمها، وكلمت المرأة التقوعية الملك وخرت على وجهها إلى الأرض وسجدت وقالت: أعن أيها الملك. فقال لها الملك: ما بالك؟ فقالت: إني امرأة أرملة، قد مات رجلي،
ولجاريتك ابنان فتخاصما في الحقل وليس من يفصل بينهما، فضرب أحدهما الآخر وقتله، وهو ذا العشيرة كلها قد قامت على جاريتك وقالوا سلمي ضارب أخيه لنقتله بنفس أخيه الذي قتله فنهلك الوارث أيضا، فيطفئون جمرتي التي بقيت ولا يتركون لرجل اسما ولا بقية على وجه الأرض. فقال الملك للمرأة اذهبي إلى بيتك وأنا أوصي فيك. فقالت المرأة التقوعية للملك علي الإثم يا سيد الملك وعلى بيت أبي، والملك وكرسيه نقيان. فقال الملك إذا كلمك أحد فآتي به إلي فلا يعود يمسك بعده. فقالت اذكر أيها الملك الرب إلهك حتى لا يكثر ولي الدم القتل لئلا يهلك ابني. فقال حي هو الرب إنه لا تسقط شعرة من شعر ابنك إلى الأرض. فقالت المرأة لتتكلم جاريتك كلمة إلى سيد الملك. فقال تكلمي. فقالت المرأة ولماذا افتكرت بمثل هذا الأمر على شعب الله ويتكلم الملك بهذا الكلام كمذنب، بما أن الملك لا يرد منفيه، لأنه لا بد أن نموت ونكون كالماء المهراق على الأرض الذي لا يجمع أيضا، ولا ينزع الله نفسا بل يفكر أفكارا حتى لا يطرد عنه منفيه. والآن حيث إني جئت لأكلم الملك سيدي بهذا الأمر لأن الشعب أخافني، فقالت جاريتك أكلم الملك لعل الملك يفعل كقول أمته، لأن الملك يسمع لينقذ أمته من يد الرجل الذي يريد أن يهلكني أنا وابني معا من نصيب الله. فقالت جاريتك ليكن كلام سيد الملك عزاء، لأنه سيد الملك إنما هو كملاك الله لفهم الخير والشر، والرب إلهك يكون معك. فأجاب الملك وقال للمرأة لا تكتمي عني أمرا أسألك عنه. فقالت المرأة ليتكلم سيد الملك. فقال الملك هل يد يؤاب معك في هذا كله؟ فأجابت المرأة وقالت حية هي نفسك يا سيد الملك، لا يحاد يمينا أو يسارا عن كل ما تكلم به سيد الملك، لأن عبدك يؤاب هو أوصاني وهو وضع في فم جاريتك كل هذا الكلام لأجل تحويل وجه الكلام، فعلى عبدك يؤاب هذا الأمر، وسيدي حكيم كحكمة ملاك الله ليعلم كل ما في الأرض. فقال الملك ليؤابها أنذا قد فعلت هذا الأمر، فاذهب رد الفتى أبشالوم. فسقط يؤاب على وجهه إلى الأرض وسجد وبارك الملك وقال، وقال يؤاب اليوم علم عبدك أني وقد وجدت نعمة في عينيك يا سيد الملك، إذ فعل الملك قول عبده. ثم قام يؤاب وذهب إلى جاشور وأتى بأبشالوم إلى أورشليم. فقال الملك لينصرف إلى بيته ولا يرى وجهي، فانصرف أبشالوم إلى بيته ولم يرى وجه الملك.
ولم يكن في كل إسرائيل رجل جميل وممدوح جدا كأبشالوم، من باطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه عيب، وعند حلقه رأسه إذ كان يحلقه في آخر كل سنة لأنه كان يثقل عليه فيحلقه، كان يزن شعر رأسه 200 شاقل بوزن الملك. وولد لأبشالوم 3 بنين وبنت واحدة اسمها ثامار، وكانت امرأة جميلة المنظر. وأقام أبشالوم في أورشليم 2 سنين ولم يرى وجه الملك، فأرسل أبشالوم إلى يؤاب ليرسله إلى الملك فلم يشأ أن يأتي إليه، ثم أرسل أيضا ثانية فلم يشأ أن يأتي، فقال لعبيده: انظروا، حقلة يؤاب بجانبي وله هناك شعير، اذهبوا وأحرقوه بالنار. فأحرق عبيد أبشالوم الحقلة بالنار، فقام يؤاب وجاء إلى أبشالوم إلى البيت وقال له: لماذا أحرق عبيدك حقلتي بالنار؟ فقال أبشالوم ليؤاب: هأنذا قد أرسلت إليك قائلا تعال إلى هنا، فأرسلك إلى الملك تقول: لماذا جئت من جاشور؟ خير لي لو كنت باقيا هناك، فالآن إني أرى وجه الملك، وإن وجد في إثم فليقتلني. فجاء يؤاب إلى الملك وأخبره، ودعا أبشالوم فأتى إلى الملك وسجد على وجهه إلى الأرض قدام الملك، فقبل الملك أبشالوم. الأصحاح 15 من سفر صموئيل 2. من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ: وكان بعد ذلك أن أبشالوم اتخذ مركبة وخيلا و50 رجلا يجرون قدامه، وكان أبشالوم يبكر ويقف بجانب طريق الباب، وكل صاحب دعوى آت إلى الملك لأجل الحكم كان أبشالوم يدعوه إليه ويقول: من أية مدينة أنت؟ فيقول: من أحد أصباط إسرائيل عبدك. فيقول أبشالوم له: انظر، أمورك صالحة ومستقيمة، ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. ثم يقول أبشالوم: من يجعلني قاضيا في الأرض فيأتي إلي كل إنسان له خصومة ودعوة فأنصفه؟ وكان إذا تقدم أحد ليسجد له يمد يده ويمسكه ويقبله، وكان أبشالوم يفعل مثل هذا الأمر لجميع إسرائيل الذين كانوا يأتون لأجل الحكم إلى الملك. فاسترق أبشالوم قلوب رجال إسرائيل. وفي نهاية 40 سنة قال أبشالوم للملك: دعني فأذهب وأوفي نذري الذي نذرته للرب في حبرون، لأن عبدك نذر نذرا عند السكناية في جاشورا في آرام قائلا: إن أرجعني الرب إلى أورشليم فإني أعبد الرب. فقال له الملك: اذهب بسلام. فقام وذهب إلى حبرون. وأرسل أبشالوم جواسيس في جميع أصباط إسرائيل قائلا: إذا سمعتم صوت البوق فقولوا: قد ملك أبشالوم في حبرون. وانطلق مع أبشالوم 200 رجل من أورشليم قد دعوا وذهبوا ببساطة ولم يكونوا يعلمون شيئا.
وأرسل أبشالوم إلى أخي توفل الجيلوني مشير داود من مدينته جيلوه إذ كان يذبح ذبائح، وكانت الفتنة شديدة، وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم. فأتى مخبر إلى داود قائلا: إن قلوب رجال إسرائيل صارت وراء أبشالوم. فقال داود لجميع عبيده الذين معه في أورشليم: قوموا بنا نهرب، لأنه ليس لنا نجاة من وجه أبشالوم. أسرعوا للذهاب لئلا يبادر ويدركنا وينزل بنا الشر ويضرب المدينة بحد السيف. فقال عبيد الملك للملك حسب كل ما يختاره سيدنا الملك: نحن عبيده. فخرج الملك وجميع بيته وراءه، وترك الملك 10 نساء سراريا لحفظ البيت. وخرج الملك وكل الشعب في أثره، ووقفوا عند البيت الأبعد، وجميع عبيده كانوا يعبرون بين يديه مع جميع الجلادين والسعاة وجميع الجتيين 600 رجل أتوا وراءه من جتة، وكانوا يعبرون بين يدي الملك. فقال الملك لإتاي الجتي: لماذا تذهب أنت أيضا معنا؟ ارجع وأقم مع الملك، لأنك غريب ومنفي أيضا من وطنك. أمسا جئت، واليوم أتيهك بالذهاب معنا، وأنا أنطلق إلى حيث أنطلق. ارجع ورجع إخوتك، الرحمة والحق معك. فأجاب إتاي الملك وقال: حي هو الرب وحي سيد الملك، إنه حيثما كان سيد الملك، إن كان للموت أو للحياة فهناك يكون عبدك أيضا. فقال داود لإتاي: اذهب وعبر. فعبر إتاي الجتي وجميع رجاله وجميع الأطفال الذين معه، وكانت جميع الأرض تبكي بصوت عظيم، وجميع الشعب يعبرون. وعبر الملك في وادي قدرون، وعبر جميع الشعب نحو طريق البرية. وإذا بصادوق أيضا وجميع اللاويين معه يحملون تابوت عهد الله. فوضعوا تابوت الله، وصعد أبياثار حتى انتهى جميع الشعب من العبور من المدينة. فقال الملك لصادوق: أرجع تابوت الله إلى المدينة، فإن وجدت نعمة في عيني الرب فإنه يرجعني ويريني إياه ومسكنه، وإن قال هكذا: إني لم أصر بك، فها أنا ذا فليفعل بي حسب ما يحسن في عينيه. ثم قال الملك لصادوق الكاهن: أأنت راء؟ فارجع إلى المدينة بسلام، أنت وأخي ماعص ابنك ويناثان ابن أبياثار، ابناكما كلاهما معكما. انظروا أني أتوانى في سهول البرية حتى تأتي كلمة منكم لتخبيري. فأرجع صادوق وأبياثار تابوت الله إلى أورشليم وأقاما هناك. وأما داود فصعد في مصعد جبل الزيتون، كان يصعد باكيا ورأسه مغطى ويمشي حافيا، وجميع الشعب الذين معه
غطوا كل واحد رأسه، وكانوا يصعدون وهم يبكون. وأخبر داود وقيل له: إن أخي توفل بين الفاتنين مع أبشالوم. فقال داود: حمق يا رب مشورة أخي توفل. ولما وصل داود إلى القمة حيث سجد لله، إذا بحوشاي الأركي قد لقيه ممزق الثوب والتراب على رأسه. فقال له داود: إذا عبرت معي تكون علي حملا، ولكن إذا رجعت إلى المدينة وقلت لأبشالوم: أنا أكون عبدك أيها الملك، أنا عبد أبيك منذ زمان والآن أنا عبدك، فإنك تبطل لي مشورة أخي توفل. أليس معك هناك صادوق وأبياثار الكاهنان؟ فكل ما تسمعه من بيت الملك فأخبر به صادوق وأبياثار الكاهنين. هوذا هناك معهما ابناهما أخي ماعص لصادوق ويناثان لأبياثار، فترسلون على أيديهما إلي كل كلمة تسمعونها. فأتى حوشاي صاحب داود إلى المدينة، وأبشالوم يدخل أورشليم. الأصحاح السادس عشر من سفر صموئيل الثاني. ولما عبر داود قليلا عن القمة، إذا بصيب غلام مفيبوشث قد لقيه بحمارين مشدودين عليهما 200 رغيف خبز، و100 عنقود زبيب، و100 قرص تين، وزق خمر. فقال الملك لصيب: ما لك وهذه؟ فقال صيب: الحماران لبيت الملك للركوب، والخبز والتين للغلمان ليأكلوا، والخمر ليشربه من أعيا في البرية. فقال الملك: وأين ابن سيدك؟ فقال صيب للملك: هوذا هو مقيم في أورشليم، لأنه قال: اليوم يرد لي بيت إسرائيل مملكة أبي. فقال الملك لصيب: هوذا لك كل ما لمفيبوشث. فقال صيب: سجدت، ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيد الملك. ولما جاء الملك داود إلى بحوريم، إذا برجل خارج من هناك من عشيرة بيت شاول اسمه شمعي ابن جيرة، يسب وهو يخرج ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك داود وجميع الشعب وجميع الجبابرة عن يمينه وعن يساره. وهكذا كان شمعي يقول في سبه: اخرج اخرج يا رجل الدماء ورجل بليعالى، قد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضا عنه، وقد دفع الرب المملكة ليد أبشالوم ابنك، وها أنت واقع بشرك لأنك رجل دماء. فقال أبي شاي بن صروية للملك: لماذا يسب هذا الكلب الميت سيد الملك؟ دعني أعبر فأقطع رأسه.
فقال الملك: ما لي ولكم يا بني صاروية؟ دعوه يسب، لأن الرب قال له: سب داود، ومن يقول لماذا تفعل هكذا؟ وقال داود لأبي شاي ولجميع عبيده: هو ذا ابن الذي خرج من أحشائي يطلب نفسي، فكم بالحري الآن بنيميني؟ دعوه يسب، لأن الرب قال له: ولعل الرب ينظر إلى مذلتي ويكافئني رب خيرا عوض مسبته بهذا اليوم. وإذ كان داود ورجاله يسيرون في الطريق، كان شمعي يسير في جانب الجبل مقابله ويسب وهو سائر، ويرشق بالحجارة مقابله ويذري التراب. وجاء الملك وكل الشعب الذين معه وقد أعيوا، فاستراحوا هناك. وأما أبشالوم وجميع الشعب رجال إسرائيل فأتوا إلى أورشليم، وأخي توفل معهم. ولما جاء حوشاي الأركي صاحب داود إلى أبشالوم، قال حوشاي لأبشالوم: ليحيى الملك، ليحيى الملك. فقال أبشالوم لحوشاي: أهذا معروفك مع صاحبك؟ لماذا لم تذهب مع صاحبك؟ فقال حوشاي لأبشالوم: كلا، ولكن الذي اختاره الرب وهذا الشعب وكل رجال إسرائيل فله أكون ومعه أقيم. وثانيا، من أخدمه؟ أليس بين يدي ابنه؟ كما خدمت بين يدي أبيك كذلك أكون بين يديك. وقال أبشالوم لأخي توفلا: أعطوا مشورة ماذا نفعل. فقال أخي توفل لأبشالوم: ادخل إلى سراري أبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت، فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروها من أبيك، فتتشدد أيدي جميع الذين معك. فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح، ودخل أبشالوم إلى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل. وكانت مشورة أخي توفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله، هكذا كل مشورة أخي توفل على داود وعلى أبشالوم جميعا. الأصحاح 17 من سفر صموئيل الثاني. وقال أخي توفل لأبشالوم: دعني أنتخب 12,000 رجل وأقوم وأسعى وراء داود هذه الليلة، فآتي عليه وهو متعب ومرتخي اليدين فأزعجه، فيهرب كل الشعب الذي معه وأضرب الملك وحده، وأرد جميع الشعب إليك كرجوع الجميع هو الرجل الذي تطلبه، فيكون كل الشعب في سلام. فحسن الأمر في عيني أبشالوم وأعين جميع شيوخ إسرائيل. فقال أبشالوم: ادعوا أيضا حوشاي الأركية فنسمع ما يقوله هو أيضا. فلما جاء حوشاي إلى أبشالوم كلمه أبشالوم قائلا: بمثل هذا الكلام تكلم أخي توفل، أنعمل حسب كلامه أم لا؟ تكلم أنت.
فقال حوشاي لأبشالوم: ليست حسنة المشورة التي أشار بها أخي توفل هذه المرة. ثم قال حوشاي: أنت تعلم أباك ورجاله أنهم جبابرة، وأن أنفسهم مرة كدبة مثكل في الحقل، وأبوك رجل قتال ولا يبيت مع الشعب، ههو الآن مختبئ في إحدى الحفر أو أحد الأماكن، ويكون إذا سقط بعضهم في الابتداء أن السامع يسمع فيقول: قد صارت كسرة في الشعب الذي وراء أبشالوم. أيضا ذو البأس الذي قلبه كقلب الأسد يذوب ذوبانا، لأن جميع إسرائيل يعلمون أن أباك جبار والذين معه ذو بأس. لذلك أشير بأن يجتمع إليك كل إسرائيل من دان إلى بئر سبع كالرمل الذي على البحر في الكثرة، وحضرتك سائر في الوسط، ونأتي إليه إلى أحد الأماكن حيث هو، وننزل عليه نزول الطل على الأرض، ولا يبقى منه ولا من جميع الرجال الذين معه واحد. وإذا حاز إلى مدينة يحمل جميع إسرائيل إلى تلك المدينة حبالا، فنجرها إلى الوادي حتى لا تبقى هناك ولا حصات. فقال أبشالوم وكل رجال إسرائيل: إن مشورة حوشاي الأركي أحسن من مشورة أخي توفل، فإن الرب أمر بإبطال مشورة أخي توفل الصالحة لكي ينزل الرب الشر بأبشالوم. وقال حوشاي لصادوق وأبياثار الكاهنين: كذا وكذا أشار أخي توفل على أبشالوم وعلى شيوخ إسرائيل، وكذا وكذا أشرت أنا. فالآن أرسلوا عاجلا وأخبروا داود قائلين: لا تبت هذه الليلة في سهول البرية، بل اعبر لئلا يبتلع الملك وجميع الشعب الذي معه. وكان يوناثان وأخي ماعص واقفين عند عين روجلا، فانطلقت الجارية وأخبرتهما، وهما ذهبا وأخبرا الملك داود، لأنهما لم يقدرا أن يرايا داخلين المدينة، فرآهما غلام وأخبر أبشالوم، فذهبا كلاهما عاجلا ودخلا بيت رجل في بحوريم وله بئر في داره، فنزلا إليها. فأخذت المرأة وفرشت سجقا على فم البئر وسطحت عليه سميدا، فلم يعلم الأمر. فجاء عبيد أبشالوم إلى المرأة إلى البيت وقالوا: أين أخي ماعص ويوناثان؟ فقالت لهم المرأة: قد عبرا قناة الماء، ولما فتشوا ولم يجدوهما رجعوا إلى أورشليم. وبعد ذهابهم خرجا من البئر وذهبا وأخبرا الملك داود، وقالا لداود: قوموا واعبروا سريعا الماء، لأن هكذا أشار عليكم أخي توفل. فقام داود وجميع الشعب الذي معه وعبروا الأردن، وعند ضوء الصباح لم يبقى أحد لم يعبر الأردن. وأما أخي توفل فلما رأى أن مشورته لم يعمل بها شد على الحمار وقام وانطلق إلى بيته إلى مدينته، وأوصل بيته وخنق نفسه
ومات ودفن في قبر أبيه. وجاء داود إلى محنايم، وعبر أبشالوم الأردن هو وجميع رجال إسرائيل معه، وأقام أبشالوم عماسة بدل يؤاب على الجيش، وكان عماسة ابن رجل اسمه يثراء الإسرائيلي الذي دخل إلى أبي جايل بنت نحاش أخت سورية أم يؤاب. ونزل إسرائيل وأبشالوم في أرض جلعاد. وكان لما جاء داود إلى محنايم أن شوبيا ابن نحاش من ربة بني عمون، وماكير ابن عم إيلا من لودا بارا، وبرزلايا الجلعادية من رجاليما قدموا فرشا وطصوصا وآنية خزف وحنطة وشعيرا ودقيقا وفريكا وفولا وعدسا وحمصا مشويا وعسلا وزبدة وضأنا وجبن بقر لداود وللشعب الذي معه ليأكلوا، لأنهم قالوا الشعب جوعان ومتعب وعطشان في البرية. الأصحاح 18 من سفر صموئيل الثاني. من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ: وأحصى داود الشعب الذي معه، وجعل عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات، وأرسل داود الشعب ثلثا بيد يؤاب وثلثا بيد أبي شاي بن صروية أخي يؤاب، وثلثا بيد إتاي الجتي. وقال الملك للشعب: إني أنا أيضا أخرج معكم. فقال الشعب: لا تخرج، لأننا إذا هربنا لا يبالون بنا، وإذا مات نصفنا لا يبالون بنا، والآن أنت كعشرة آلاف منا، والآن الأصلح أن تكون لنا نجدة من المدينة. فقال لهم الملك: ما يحسن في أعينكم أفعله. فوقف الملك بجانب الباب، وخرج جميع الشعب مئات وألوفا، وأوصى الملك يؤاب وأبي شاي وإتاي قائلا: ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. وسمع جميع الشعب حين أوصى الملك جميع الرؤساء بأبشالوم، وخرج الشعب إلى الحقل للقاء إسرائيل، وكان القتال في وعر أفرايم، فانكسر هناك شعب إسرائيل أمام عبيد داود، وكانت هناك مقتلة عظيمة في ذلك اليوم، قتل 20,000. وكان القتال هناك منتشرا على وجه كل الأرض، وزاد الذين أكلهم الوعر من الشعب على الذين أكلهم السيف في ذلك اليوم. وصادف أبشالوم عبيد داود، وكان أبشالوم راكبا على بغل، فدخل البغل تحت أغصان البطمة العظيمة الملتفة، فتعلق رأسه بالبطمة وعلق بين السماء والأرض، والبغل الذي تحته مر، فرآه رجل وأخبر يؤاب وقال: إني قد رأيت أبشالوم معلقا بالبطمة. فقال يؤاب للرجل الذي أخبره: إنك قد رأيته، فلماذا لم تضربه هناك إلى الأرض؟ وعلي أن أعطيك عشرة من الفضة ومنطقة.
فقال الرجل ليؤابا: فلو وزن في يدي 1000 من الفضة لما كنت أمد يدي إلى ابن الملك، لأن الملك أوصاك في آذاننا أنت وأبي شاي وإتاي قائلا: احترزوا أي كان منكم على الفتى أبشالوم، وإلا فكنت فعلت بنفسي زورا، إذ لا يخفى عن الملك شيء وأنت كنت وقفت ضدي. فقال يؤاب: إني لا أصبر هكذا أمامك. فأخذ 3 سهام بيده ونشبها في قلب أبشالوم وهو بعد حي في قلب البطمط، وأحاط بها 10 غلمان حملوا سلاح يؤاب وضربوا أبشالوم فأماتوه. وضرب يؤاب بالبوق فرجع الشعب عن اتباع إسرائيل، لأن يؤاب منع الشعب. وأخذوا أبشالوم وطرحوه في الوعر في الجب العظيم، وأقاموا عليه رجمة عظيمة جدا من الحجارة، وهرب كل إسرائيل كل واحد إلى خيمته. وكان أبشالوم قد أخذ وأقام لنفسه وهو حي النصب الذي في وادي الملك، لأنه قال: ليس لي ابن لأجل تذكير اسمي، ودعا النصب باسمه وهو يدعى يدا أبشالوم إلى هذا اليوم. وقال: أخي ماعصو ابن صادوق دعني أجري فأبشر الملك، لأن الله قد انتقم له من أعدائه. فقال له يؤاب: ما أنت صاحب بشارة في هذا اليوم، في يوم آخر تبشر، وهذا اليوم لا تبشر، من أجل أن ابن الملك قد مات. وقال يؤاب لكوشي: اذهب واخبر الملك بما رأيت. فسجد كوشي ليؤاب وركض. وعاد أيضا أخي ماعصو ابن صادوق فقال ليؤاب: مهما كان فدعني أجري أنا أيضا وراء كوشي. فقال يؤاب: لماذا تجري أنت يا ابني وليس لك بشارة تجازى؟ قال: مهما كان أجري. فقال له: اجري. فجرى أخي ماعصو في طريق الغور وسبق كوشي. وكان داود جالسا بين البابين، وطلع الرقيب إلى سطح الباب إلى السور، ورفع عينيه ونظر، وإذا برجل يجري وحده. فنادى الرقيب وأخبر الملك، فقال الملك: إن كان وحده ففي فمه بشارة. وكان يسعى ويقرب، ثم رأى الرقيب رجلا آخر يجري، فنادى الرقيب البواب وقال: هو ذا رجل يجري وحده. فقال الملك: وهذا أيضا مبشر. وقال الرقيب: إني أرى جري الأول كجري أخي ماعصى ابن صادوق. فقال الملك: هذا رجل صالح ويأتي ببشارة صالحة. فنادى أخي ماعصو وقال للملك: السلام، وسجد للملك على وجهه إلى الأرض. وقال: مبارك الرب إلهك الذي دفع القوم الذين رفعوا أيديهم على سيد الملك. فقال الملك: أسلام للفتى أبشالوم؟ فقال أخي ماعصو: قد رأيت جمهورا عظيما عند إرسال يؤاب عبد الملك وعبدك
ولم أعلم ماذا. فقال الملك: دور وقف ها هنا. فدار ووقف، وإذا بكوشي قد أتى وقال كوشي: ليبشر سيد الملك، لأن الرب قد انتقم لك اليوم من جميع القائمين عليك. فقال الملك لكوشي: أسلام للفتى أبشالوم؟ فقال كوشي: ليكن كالفتى، أعداء سيد الملك وجميع الذين قاموا عليك للشر. فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب وكان يبكي ويقول هكذا وهو يتمشى: يا ابني أبشالوم، يا ابني، يا ابني أبشالوم، يا ليتني مت عوضا عنك يا أبشالوم ابني، يا ابني. الأصحاح التاسع عشر من سفر صموئيل الثاني. فأخبر يؤاب هوذا الملك يبكي وينوح على أبشالوم. فصارت الغلبة في ذلك اليوم مناحة عند جميع الشعب، لأن الشعب سمعوا في ذلك اليوم من يقول إن الملك قد تأسف على ابنه. وتسلل الشعب في ذلك اليوم للدخول إلى المدينة كما يتسلل القوم الخجلون عندما يهربون في القتال. وستر الملك وجهه، وصرخ الملك بصوت عظيم: يا ابني أبشالوم، يا أبشالوم ابني، يا ابني. فدخل يؤاب إلى الملك إلى البيت وقال: قد أخزيت اليوم وجوه جميع عبيدك، منقذي نفسك اليوم وأنفس بنيك وبناتك وأنفس نسائك وأنفس سراريك بمحبتك لمبغضيك وبغضك لمحبيك، لأنك أظهرت اليوم أنه ليس لك رؤساء ولا عبيد، لأني علمت اليوم أنه لو كان أبشالوم حيا وكلنا اليوم موتى لحسن حينئذ الأمر في عينيك. فالآن قم واخرج وطيب قلوب عبيدك، لأني قد أقسمت بالرب إنه إن لم تخرج لا يبيت أحد معك هذه الليلة، ويكون ذلك أشر عليك من كل شر أصابك منذ صباك إلى الآن. فقام الملك وجلس في الباب، فأخبروا جميع الشعب قائلين: هو ذا الملك جالس في الباب. فأتى جميع الشعب أمام الملك، وأما إسرائيل فهربوا كل واحد إلى خيمته. وكان جميع الشعب في خصام في جميع أسباط إسرائيل قائلين: إن الملك قد أنقذنا من يد أعدائنا، وهو نجانا من يد الفلسطينيين، والآن قد هرب من الأرض لأجل أبشالوم، وأبشالوم الذي مسحناه علينا قد مات في الحرب، فالآن لماذا أنتم ساكتون عن إرجاع الملك؟ وأرسل الملك داود إلى صادوق وأبياثار الكاهنين قائلا: كلما شيوخ يهوذا قائلين: لماذا تكونون آخرين في إرجاع الملك إلى بيته؟ وقد أتى كلام جميع إسرائيل إلى الملك في بيته: أنتم إخوتي، أنتم عظمي ولحمي،
فلماذا تكونون آخرين في إرجاع الملك؟ وتقولان لعماسة: أما أنت عظمي ولحمي؟ هكذا يفعل بي الله، وهكذا يزيد إن كنت لا تصير رئيس جيش عندي كل الأيام بدل يؤاب. فاستمال بقلوب جميع رجال يهوذا كرجل واحد، فأرسلوا إلى الملك قائلين: ارجع أنت وجميع عبيدك. فرجع الملك وأتى إلى الأردن، وأتى يهوذا إلى الجلجال سائرا لملقاة الملك ليعبر الملك الأردن. فبادر شمعي ابن جير البنيميني الذي من بحوريم ونزل مع رجال يهوذا للقاء الملك داود، ومعه 1000 رجل من بنيامين. وصيب غلام بيت شاول وبنوه 15 وعبيده 20 معه، فخاضوا الأردن أمام الملك. وعبر القارب لتعبير بيت الملك ولعمل ما يحسن في عينيه، وسقط شمع بن جير أمام الملك عندما عبر الأردن، وقال للملك: لا يحسب لي سيدي إثما ولا تذكر ما افترى به عبدك يوم خروج سيد الملك من أورشليم، حتى يضع الملك ذلك في قلبه، لأن عبدك يعلم أني قد أخطأت، وها أنا ذا قد جئت اليوم أول كل بيت يوسف ونزلت للقاء سيد الملك. فأجاب أبيشاي بن صروية وقال: ألا يقتل شمعي لأجل هذا، لأنه سب مسيح الرب؟ فقال داود: ما لي ولكم يا بني صروية حتى تكونوا لي اليوم مقاومين؟ اليوم يقتل أحد في إسرائيل؟ أفما علمت أني اليوم ملك على إسرائيل؟ ثم قال الملك لشمعي: لا تموت. وحلف له الملك. ونزل مفيبوشث ابن شاول للقاء الملك، ولم يعتني برجليه ولا اعتنى بلحيته ولا غسل ثيابه من اليوم الذي ذهب فيه الملك إلى اليوم الذي أتى فيه بسلام. فلما جاء إلى أورشليم للقاء الملك، قال له الملك: لماذا لم تذهب معي مفيبوشث؟ فقال: يا سيد الملك، إن عبدي قد خدعني، لأن عبدك قال: أشد لنفسي الحمار فأركب عليه وأذهب مع الملك، لأن عبدك أعرج ووشى بعبدك إلى سيد الملك، وسيد الملك كملاك الله، فافعل ما يحسن في عينيك، لأن كل بيت أبي لم يكن إلا أناسا موت لسيد الملك، وقد جعلت عبدك بين الآكلين على مائدتك، فأي حق لي بعد حتى أصرخ أيضا إلى الملك؟ فقال له الملك: لماذا تتكلم بعد بأمورك؟ قد قلت إنك أنت وصيبة تقسمان الحقل. فقال مفيبوشث للملك: فليأخذ الكل أيضا، بعد أن جاء سيد الملك بسلام إلى بيته.
ونزل برزيلاي الجلعادي من رجاليما وعبر الأردن مع الملك ليشيعه عند الأردن. وكان برزيلاي قد شاخ جدا، كان ابن 80 سنة، وهو عال الملك عند إقامته في محانايم لأنه كان رجلا عظيما جدا. فقال الملك لبرزيلاي: أعبر أنت معي وأنا أعولك معي في أورشليم. فقال برزيلاي للملك: كم أيام سني حياتي حتى أصعد مع الملك إلى أورشليم؟ أنا اليوم ابن 80 سنة، هل أميز بين الطيب والرديء؟ وهل يستطعم عبدك بما آكل وما أشرب؟ وهل أسمع أيضا أصوات المغنين والمغنيات؟ فلماذا يكون عبدك أيضا ثقلا على سيد الملك؟ يعبر عبدك قليلا الأردن مع الملك، ولماذا يكافئني الملك بهذه المكافأة؟ دع عبدك يرجع فأموت في مدينتي عند قبر أبي وأمي، وهو ذا عبدك كمهام يعبر مع سيد الملك، فافعل له ما يحسن في عينيك. فأجاب الملك: إن كمهام يعبر معي، فأفعل له ما يحسن في عينيك، وكل ما تتمناه مني أفعله لك. فعبر جميع الشعب الأردن، والملك عبر، وقبل الملك برزيلاي وباركه، فرجع إلى مكانه. وعبر الملك إلى الجلجال، وعبر كمهام معه، وكل شعب يهوذا عبروا الملك، وكذلك نصف شعب إسرائيل. وإذا بجميع رجال إسرائيل جاءون إلى الملك، وقالوا للملك: لماذا سرقك إخوتنا رجال يهوذا وعبروا الأردن بالملك وبيته وكل رجال داود معه؟ فأجاب كل رجال يهوذا رجال إسرائيل: لأن الملك قريب إلي، ولماذا تغتاظ من هذا الأمر؟ هل أكلنا شيئا من الملك أو وهبنا هبة؟ فأجاب رجال إسرائيل رجال يهوذا وقالوا: لي 10 أسهم في الملك، وأنا أحق منك بداود، فلماذا استخففت بي ولم يكن كلامي أولا في إرجاع ملكي؟ وكان كلام رجال يهوذا أقصى من كلام رجال إسرائيل. الأصحاح 20 من سفر صموئيل الثاني. من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ: واتفق هناك رجل لئيم اسمه شبع ابن بكري، رجل بنيامي، فضرب بالبوق وقال: ليس لنا قسم في داود، ولا لنا نصيب في ابن يسى، كل رجل إلى خيمته يا إسرائيل. فصعد كل رجال إسرائيل من وراء داود إلى وراء شبع ابن بكري، وأما رجال يهوذا فلازموا ملكهم من الأردن إلى أورشليم. وجاء داود إلى بيته في أورشليم، وأخذ الملك النساء السرارية 10 اللواتي تركهن لحفظ البيت،
وجعلهن تحت حجز، وكان يعولهن، ولكن لم يدخل إليهن، بل كن محبوسات إلى يوم موتهن في عيشة العزوبة. وقال الملك لعماسة: اجمع لي رجال يهوذا في 3 أيام، واحضر أنت هنا. فذهب عماسة ليجمع يهوذا، ولكنه تأخر عن الميقات الذي عينه. فقال داود لأبي شاي: الآن يسيء إلينا شبع بن بكري أكثر من أبشالوم، فخذ أنت عبيد سيدك واتبعه لئلا يجد لنفسه مدنا حصينة وينفلت من أمام أعيننا. فخرج وراءه رجال يؤاب الجلادون والسعاة وجميع الأبطال، وخرجوا من أورشليم ليتبعوا شبع بن بكري. ولما كانوا عند الصخرة العظيمة التي في جبعون، جاء عماس قدامهم، وكان يؤاب متمنطقا على ثوبه الذي كان لابسه، وفوقه منطقة سيف في غمده مشدودة على حقويه. فلما خرج اندلق السيف، فقال يؤاب لعماس: أسالم أنت يا أخي؟ وأمسكت يد يؤاب اليمنى بلحية عماس ليقبله، وأما عماس فلم يحترز من السيف الذي بيد يؤاب، فضربه في بطنه، فدلق أمعاءه إلى الأرض، ولم يثني عليه فمات. وأما يؤاب وأبي شاي أخوه فتبعا شبع بن بكري، ووقف عنده واحد من غلمان يؤاب، فقال: من سر بيؤاب ومن هو لداود فوراء يؤاب. وكان عماس يتمرغ في الدم في وسط السكة. ولما رأى الرجل أن كل الشعب يقفون، نقل عماس من السكة إلى الحقل، وطرح عليه ثوبا لما رأى أن كل من يصل إليه يقف. فلما نقل عن السكة، عبر كل إنسان وراء يؤاب لاتباع شبع ابن بكري. وعبر في جميع أسباط إسرائيل إلى آبل وبيت معكة وجميع البيريين، فاجتمعوا وخرجوا أيضا وراءه، وجاءوا وحاصروه في آبل بيت معكة، وأقاموا مترسة حول المدينة، فأقامت في الحصار، وجميع الشعب الذين مع يؤاب كانوا يخربون لأجل إسقاط السور. فنادت امرأة حكيمة من المدينة: اسمعوا اسمعوا، قولوا ليؤاب: تقدم إلى ها هنا فأكلمك. فتقدم إليها، فقالت المرأة: أأنت يؤاب؟ فقال: أنا هو. فقالت له: اسمع كلام أمتك. فقال: أنا سامع. فتكلمت قائلة: كانوا يتكلمون أولا قائلين سؤالا يسألون في آبل، وهكذا كانوا انتهوا. أنا مسالمة أمينة في إسرائيل، أنت طالب أن تميت مدينة
وأما في إسرائيل، لماذا تبلع نصيب الرب؟ فأجاب يؤاب وقال: حاشاي حاشاي أن أبلع وأن أهلك، الأمر ليس كذلك، لأن رجلا من جبل أفرايم اسمه شبع ابن بكري رفع يده على الملك داود، سلموه وحده فانصرف عن المدينة. فقالت المرأة ليؤاب: هو ذا رأسه يلقى إليك عن السور. فأتت المرأة إلى جميع الشعب بحكمتها، فقطعوا رأس شبع ابن بكري وألقوه إلى يؤاب، فضرب بالبوق فانصرفوا عن المدينة كل واحد إلى خيمته، وأما يؤاب فرجع إلى أورشليم إلى الملك. وكان يؤاب على جميع جيش إسرائيل، وبنايا بن يهويدا على الجلادين والسعاد، وأدورام على الجزية، ويهوشافاط ابن أخي لودا مسجلا، وشيو كاتبا، وصادوق وأبياثار كاهنين، وعير اليائيري أيضا كان كاهنا لداود. الأصحاح 21 من سفر صموئيل الثاني. من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ: وكان جوع في أيام داود 3 سنين، سنة بعد سنة، فطلب داود وجه الرب، فقال الرب: هو لأجل شاول ولأجل بيت الدماء، لأنه قتل الجبعونيين. فدعا الملك الجبعونيين وقال لهم: والجبعونيون ليسوا من بني إسرائيل، بل من بقايا الأموريين، وقد حلف لهم بنو إسرائيل، وطلب شاول أن يقتلهم لأجل غيرته على بني إسرائيل ويهوذا. قال داود للجبعونيين: ماذا أفعل لكم؟ وبماذا أكفر فتبارك نصيب الرب؟ فقال له الجبعونيون: ليس لنا فضة ولا ذهب عند شاول ولا عند بيته، وليس لنا أن نميت أحدا في إسرائيل. فقال: مهما قلتم أفعله لكم. فقالوا للملك: الرجل الذي أفنانا والذي تآمر علينا ليبيدنا لكي لا نقيم في كل تخوم إسرائيل، فلنعطى 7 رجال من بنيه، فنصلبهم للرب في جبعة شاول مختار الرب. فقال الملك: أنا أعطي. وأشفق الملك على مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول من أجل يمين الرب التي بينهما، بين داود ويوناثان ابن شاول. فأخذ الملك ابن رصفة ابنتي أية اللذين ولدتهما لشاول، أرموني ومفيبوشث، وبني ميكال ابنتي شاول 5 الذين ولدتهم لعدرئيل ابن برزلايا المحولي، وسلمهم إلى يد الجبعونيين، فصلبوهم على الجبل أمام الرب، فسقط 7 معا
وقتلوا في أيام الحصاد في أولها في ابتداء حصاد الشعير. فأخذت رصفة ابنة أية مسحا وفرشته لنفسها على الصخر من ابتداء الحصاد حتى انصب الماء عليهم من السماء، ولم تدع طيور السماء تنزل عليهم نهارا ولا حيوانات الحقل ليلا. فأخبر داود بما فعلت رصفة ابنة أية سرية شاول، فذهب داود وأخذ عظام شاول وعظام يوناثان ابنه من أهل يابيش جلعاد الذين سرقوها من شارع بيت شانا حيث علقهما الفلسطينيون يوم ضرب الفلسطينيون شاول في جلبوعة. فأصعد من هناك عظام شاول وعظام يوناثان ابنه، وجمعوا عظام المصلوبين ودفنوا عظام شاول ويوناثان ابنه في أرض بنيامين في صيلعة في قبر قيس أبيه، وعملوا كل ما أمر به الملك. وبعد ذلك استجاب الله من أجل الأرض. وكانت أيضا حرب بين الفلسطينيين وإسرائيل، فانحدر داود وعبيده معه وحاربوا الفلسطينيين، فأعيا داود. ويشبي بن نوب الذي من أولاد رافا ووزن رمحه 300 شاقل نحاس، وقد تقلد جديدا افتكر أن يقتل داود، فأنجده أبي شاي ابن صراية فضرب الفلسطيني وقتله. حينئذ حلف رجال داود له قائلين: لا تخرجوا أيضا معنا إلى الحرب ولا تطفئوا سراج إسرائيل. ثم بعد ذلك كانت أيضا حرب في جوبل مع الفلسطينيين. حينئذ سبكاي الحوشي قتل ساف الذي هو من أولاد رافا. ثم كانت أيضا حرب في جوبة مع الفلسطينيين، فألحانان ابن يعري أرجيم البيت لحمي قتل جليات الجتية، وكانت قناة رمحه كنول النساجين. وكانت أيضا حرب في جتة، وكان رجل طويل القامة أصابع كل من يديه 6 وأصابع كل من رجليه 6 عددها 24، وهو أيضا ولد لرافا. ولما عير إسرائيل ضربه يوناثان بن شمعي أخي داود. هؤلاء الأربعة ولدوا لرافا في جتة وسقطوا بيد داود وبيد عبيده. الأصحاح 22 من سفر صموئيل 2. وكلم داود الرب بكلام هذا النشيد في اليوم الذي أنقذه فيه الرب من أيدي كل أعدائه ومن يدي شاول. فقال الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إله صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي، ملجئي ومناصي، مخلصي من الظلم تخلصني، أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي، لأن أمواج الموت اكتنفتني، سيول الهلاك أفزعتني، حبال الهاوية أحاطت بي،
شرق الموت أصابتني، في ضيق دعوت الرب وإلى إلهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل أذنيه. فارتجت الأرض وارتعشت، أسس السماوات ارتعدت وارتجت لأنه غضب. صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلت، جمر اشتعلت منه، طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه. ركب على كروب وطار ورؤيا على أجنحة الريح، جعل الظلمة حوله مظلات، مياها حاشكة وظلام الغمام. من الشعاع قدامه اشتعلت جمر نار، أرعد الرب من السماوات والعلي أعطى صوته. أرسل سهاما فشتتهم برقا فأزعجهم، فظهرت أعماق البحر وانكشفت أسس المسكونة من زجر الرب من نسمة ريح أنفه. أرسل من العلا فأخذني، نشلني من مياه كثيرة، أنقذني من عدوي القوي من مبغضية لأنهم أقوى مني. أصابوني في يوم بليتي وكان الرب سندي، أخرجني إلى الرحب، خلصني لأنه سر بي. يكافئني الرب حسب بري، حسب طهارتي يدي يرد علي، لأني حفظت طرق الرب ولم أعصي إلهي، لأن جميع أحكامه أمامي وفرائضه لا أحيد عنها. وأكون كاملا لديه وأتحفظ من إثمي، فيرد الرب علي كبري وكطهارتي أمام عينيه. مع الرحيم تكون رحيما، مع الرجل الكامل تكون كاملا، مع الطاهر تكون طاهرا، ومع الأعوج تكون ملتويا، وتخلص الشعب البائس، وعيناك على المرتفعين فتضعهم، لأنك أنت سراجي يا رب، والرب يضيء ظلمتي، لأني بك اقتحمت جيشا، بإله تصورت أسوارا، الله طريقه كامل، وقول الرب نقي، ترس هو لجميع المحتمين به، لأنه من هو إله غير الرب، ومن هو صخرة غير إلهنا، الإله الذي يعززني بالقوة ويصير طريقي كاملا، الذي يجعل رجلي كالإيل وعلى مرتفعاتي يقيمني، الذي يعلم يدي القتال فتحنى بذراعي قوس من نحاس، وتجعل لي ترس خلاصك ولطفك يعظمني، توسع خطواتي تحتي فلم تتقلق الكعبايا، ألحق أعدائي فأهلكهم ولا أركع حتى أفنيهم، أفنيهم وأسحقهم فلا يقومون بل يسقطون تحت رجلي. تنطقني قوة للقتال وتصرع القائمين علي تحتي، وتعطيني أقفية أعدائي ومبغضي فأفنيهم، يتطلعون فليس مخلص، إلى الرب فلا يستجيبهم، فأسحقهم كغبار الأرض، مثل طين الأسواق أدقهم وأدوسهم. وتنقذني من مخاصمات شعبي، وتحفظني رأسا للأمم،
شعب لم أعرفه يتعبد لي، بنو الغرباء يتذللون لي، من سماع الأذن يسمعون لي، بنو الغرباء يبلون ويزحفون من حصونهم، حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع إله صخرتي خلاصي، الإله المنتقم لي والمخضع شعوبا تحتي، والذي يخرجني من بين أعدائي ويرفعني فوق القائمين علي وينقذني من رجل الظلم. لذلك أحمدك يا رب في الأمم، ولاسمك أرنم برج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه، لداود ونسله إلى الأبد. الأصحاح 23 من سفر صموئيل الثاني. من العهد القديم في الكتاب المقدس نقرأ: فهذه هي كلمات داود الأخيرة، وحي داود بن يسى، ووحي الرجل القائم في العلا، مسيح إله يعقوب ومرنم إسرائيل الحلو. روح الرب تكلم بي، وكلمته على لساني. قال إله إسرائيل إلي: تكلم صخرة إسرائيل، إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله، وكنور الصباح إذا أشرقت الشمس، كعشب من الأرض في صباح صحو مضيء غب المطر. أليس هكذا بيتي عند الله؟ لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا. أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي؟ ولكن بني بليعال جميعهم كشوك مطروح، لأنهم لا يأخذون بيد، والرجل الذي يمسهم يتسلح بحديد وعصا رمح، فيحترقون بالنار في مكانهم. هذه أسماء الأبطال الذين لداود: يوشيب بشابث التحكموني رئيس الثلاثة، هو هز رمحه على 800 قتلهم دفعة واحدة، وبعده أليعازر بن دودو ابن أخوخ أحد الثلاثة الأبطال الذين كانوا مع داود حينما عيروا الفلسطينيين الذين اجتمعوا هناك للحرب، وصعد رجال إسرائيل. أما هو فأقام وضرب الفلسطينيين حتى كلت يده ولسقت يده بالسيف، وصنع الرب خلاصا عظيما في ذلك اليوم، ورجع الشعب وراءه للنهب فقط. وبعده شمت ابن آجي الهراري، فاجتمع الفلسطينيون جيشا، وكانت هناك قطعة حقل مملوءة عدسا، فهرب الشعب من أمام الفلسطينيين، فوقف في وسط القطعة وأنقذها وضرب الفلسطينيين، فصنع الرب خلاصا عظيما. ونزل الثلاثة من الثلاثين رئيسا، وأتوا في الحصاد إلى داود إلى مغارة عدلام، وجيش الفلسطينيين نازل في وادي الرفائيين، وكان داود حينئذ في الحصن، وحفظة الفلسطينيين حينئذ في بيت لحم. فتأوه داود وقال: من يسقيني ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب؟
فشق الأبطال الثلاثة محلة الفلسطينيين واستقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب وحملوه وأتوا به إلى داود، فلم يشأ أن يشربه بل سكبه للرب وقال: حاشا لي يا رب أن أفعل ذلك، هذا دم الرجال الذين خاطروا بأنفسهم، فلم يشأ أن يشربه. هذا ما فعله الثلاثة الأبطال. وأبي شايو أخو يؤاب ابن صروية هو رئيس ثلاثة، هذا هز رمحه على 300 قتلهم، فكان له اسم بين الثلاثة. ألم يكرم على الثلاثة فكان لهم رئيسا، إلا أنه لم يصل إلى الثلاثة الأول. وبناياه ابن يهويادا ابن ذي بأس كثير الأفعال من قبس إيلا، هو الذي ضرب أسدي مؤابا، وهو الذي نزل وضرب أسدا في وسط جب يوم الثلج، وهو ضرب رجلا مصريا ذا منظر، وكان بيد المصري رمح، فنزل إليه بعصا وخطف الرمح من يد المصري وقتله برمحه. هذا ما فعله بناياه ابن يهوداع، فكان له اسم بين الثلاثة الأبطال، وأكرمت على 30، إلا أنه لم يصل إلى 3، فجعله داود من أصحاب سره. وعسائيل أخو يؤاب كان من 30، وألحانان ابن دودو من بيت لحم، وشمت الحرودي وأليق الحرودي وحالص الفلطي وعير ابن عقيش التقوعي وبعازر العناثوثي ومبوناي الحوشاتي وصلمون الأخوخي ومهراي النفطوفاتي وخالب ابن بعنة النطافتي وإتاي ابن ريبايا من جبعة بنيامين وبناي الفرعوتيني وهداي من أودية جاعشة وأبو علبون العرباتي وعزموت البروحومي ولحيب الشعلوبوني ومن بني ياشان يناثان وشمة الهراري وأخي آمو ابن شارار الأراري وأليفالة ابن أحسبايا ابن المعكي ولعامو ابن أخي توفل الجليوني وحصراي الكرملي وفعراي الأرابي ويجآل ابن يناثان من صوبة وباني الجدي وسالق العموني ونحراي البئرتي حامل سلاح يؤاب ابن صروية وعير اليثري وجارب اليثيري وأوري الحثي، الجميع 37. الأصحاح 24 من سفر صموئيل الثاني. وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا: امضي وأحصي إسرائيل ويهوذا. فقال الملك ليؤاب رئيس الجيش الذي عنده: طفي جميع أصباط إسرائيل من دان إلى بئر سبع، وعد الشعب فأعلم عدد الشعب. فقال يؤاب للملك: ليزد الرب إلهك الشعب أمثالهم 100 ضعف، وعينا سيد الملك ناظرتان. ولكن لماذا يصر سيد الملك بهذا الأمر؟ فاشتد كلام الملك على يؤاب وعلى رؤساء الجيش،
فخرج يؤاب ورؤساء الجيش من عند الملك ليعدوا الشعب أي إسرائيل، فعبروا الأردن ونزلوا في عروعير عن يمين المدينة التي في وسط وادي جاد وتجاه يعزير، وأتوا إلى جلعاد وإلى أرض تحتيمة إلى حدش، ثم أتوا إلى داني يعنى واستداروا إلى صيدون، ثم أتوا إلى حصن سور وجميع مدن الحويين والكنعانيين، ثم خرجوا إلى جنوبي يهوذا إلى بئر سبع، وطافوا كل الأرض وجاءوا في نهاية 29 يوما إلى أورشليم. فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى الملك، فكان إسرائيل 800,000 رجل ذي بأس مستل السيف، ورجال يهوذا 500,000 رجل. وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب، فقال داود للرب: لقد أخطأت جدا فيما فعلت، والآن يا رب أزل إثم عبدك لأن انحمقت جدا. ولما قام داود صباحا كان كلام الرب إلى جاد النبي رأى داود قائلا: اذهب وقل لداود هكذا قال الرب: ثلاثة أنا عارض عليك، فاختر لنفسك واحدا منها فأفعله بك. فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له: أتأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك، أم تهرب 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك، أم يكون 3 أيام وباء في أرضك؟ فالآن أعرف وانظر ماذا أرد جوابا على مرسلي. فقال داود لجاد: قد ضاق بي الأمر جدا، فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد، فمات من الشعب من دان إلى بئر سبع 70,000 رجل. وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها، فندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك: الشعب كفى، الآن رد يدك. وكان ملاك الرب عند بيدر أرونة اليبوسي، فكلم داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب وقال: ها أنا أخطأت وأنا أذنبت، وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي. فجاء جاد في ذلك اليوم إلى داود وقال له: اصعد وأقم للرب مذبحا في بيدر أرونة اليبوسي. فصعد داود حسب كلام جاد كما أمر الرب، فتطلع أرونة ورأى الملك وعبيده يقبلون إليه، فخرج أرونة وسجد للملك على وجهه إلى الأرض. وقال أرونة: لماذا جاء سيد الملك إلى عبده؟ فقال داود: لأشتري منك البيدرة لكي أبني مذبحا للرب فتكف الضربة عن الشعب. فقال أرونة لداود: فليأخذه سيد الملك ويصعد ما يحسن في عينيه، انظر البقر للمحرقة والنوارج وأدوات البقر حطبا،
الكل دفعه أرونة المالك إلى الملك، وقال أرونة للملك: الرب إلهك يرضى عنك. فقال الملك لأرونة: لا بل اشتري منك بثمن، ولا أصعد للرب إله محرقات مجانية. فاشترى داود البيضر والبقر بخمسين شاقلا من الفضة، وبنى داود هناك مذبحا للرب، وأصعد محرقات وذبائح سلامة، واستجاب الرب من أجل الأرض، فكفت الضربة عن إسرائيل. We wish